أبد ما يخوفني والله، بس بس الله يخوفني. مكانك أنا ساحات المعارك تشهد، وأنا أنا مقاتل والله، أقاتل في الأرض في المعارك وأقاتل في البرلمان. أبدا والله العظيم لا أكشف كل الحقائق ولا أفضحهم كلهم كلهم. الآن لن أساوم، لن أساوم على دماء الأبطال الجيش العراقي أبدا أمام هؤلاء الفاسدين. يريدون يأخذون طعام الجيش اللي قيمته مليار و300 تريليون و300 مليار، يأخذوا عقود على شركاتهم حتى الجندي ما يأكلهم ويبوقون الفلوس. هاي مع الأسف. نعم الأسماء سليم الجبور موجود بعدين عامية، يقول لي الساحة السياسية مفتوحة، لازم أن نعمل سياسيا بالمستقبل وفي الموصل وفي ديالة، ولكن نحتاج إلى فلوس. هاي الفلوس نحصلها من خلالكم، أنتوا وزارة الدفاع أنتوا عندكم الفلوس، أنتوا بالفلوس. ولكن شلون قلت لهم أنا تتحدثون وياي بالألغاز؟ قال لي لا أنت الفلوس كلها عندك. بساطة يقول لي من نهاية الحديث انطيني ببساطة عقد إطعام الجيش العراقي ومالك شغل لا بحانية لا بحنان ولا بعالية ولا وزير الوزارة كيفك. وسلوني الجبور يسمع، هذا رئيس مجلس النواب أنا أستجوب في رئيس مجلس النواب تقبلون؟ هل راح تكون الجلسة حيادية؟ هل تشويق حيادي؟ نعم حتى أنطي المجال. الآن انتهيت السيد وزير الدفاع. على شوف والله العظيم وللأمانة إخوان والله العظيم لولا محاربة رئيس مجلس النواب والحوالي من التجار والفاسدين كان هذا جهدي أضعاف مضاعفة، لكن كنت أمشي في حق الألغام. دمروا المؤسسة العسكرية، يفرضون علي قادة ضباط فاسدين فاشلين لا نسويهم. يجيب لي لواء عدنان الموسوي، عدنان المكسوسي، كان مطرود من مكتب القائد العام في زمن الأخ السيد رئيس الوزراء السابق المالكي. زين خليه يتحدث، خليه يكمل أماكنكم، خليه يتحدث. أبدا ديري بالك تتجاوز، ديري بالك تتجاوز، خليه يتحدث. إجابة لي إجابة. طبعا هذا صديق التاجر، إجابة لازم تعيده للخدمة وتعينه قائد عمليات دجلة. قلت لهم هذا مستحيل، هذا الرجل مفصول سياسي وهذا ما يصلح، لأنه أولا مو ضابط ركون وما عنده تدرج بالخدمة، وطبعا بالمناسبة يشتغل صاحب محل صيرفة في دبي. جابوه لازم تخلي قائد عمليات دجلة. نعم السيدة هذا كله يطلع، بعدين هذا وبضغط إصرار كبير وضغط يريدون أرشحها مستشار رئيس مجلس النواب حتى يمشي شغلاتهم. هذولا ما ممكن أني أستحن نفسي، أني أمام مؤسسة عسكرية، أني مثل المؤسسة العسكرية العراقية أجي أستجوب أمام شخص فاسد؟ إذا تقبلون أنتم حتى أني منها سأقدم استقالتي وأطلع. إذا تقبلون المؤسسة العسكرية تهان بهذه الطريقة، استجوب من فاسدين حتى أني أمامهم. تمام. وأني هو اعتراضي كان على الاستجواب لأنه أدري رئاسة مجلس النواب غير منصفة، وحتى السيناريو راح تحكيه يقولون أنه السيناريو كان معد من قبل رئيس مجلس النواب أنه بعد التصويت هاي أكو أغلبية واضحة والمتضرر يذهب إلى المحكمة الاتحادية. هاي كان السيناريو مال الجلسة. هذه كثير طبعا سيارة الهمرات 1300 هبر، والكتاب موجود من شركة رياض الفرقوسي، جاب محمد الكربولي يقول لي هاي الصفقة خاصة بالسيد الرئيس، يقول لي هاي الصفقة خاصة بالسيد الرئيس، 1300 همر في ولاية تكساس جيبوها للجيش العراقي. طبعا سعرها الأصلي من الشركة 60,000 دولار، هم يحسبوها لب الشركة 124 وأنا لازم أحسبها ب 324 دولار.